علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله